بعد الفاصل في الجزء الثاني من برنامج قضايا وأسرار. والفقرة الثانية معانا تكريم أجمل نوابغ اللي بيمثلوا الشباب الواعد اللي هم حفظة القرآن الكريم. ونبدأ ترحيبنا بالشيخ محمد أحمد، محفظ القرآن بالأكاديمية الأوروبية للاستشارات والخدمات التعليمية. حضرتك مسؤول عن المجموعة من الأطفال المتألقين اللي هم حافظين قرآن، ممكن حضرتك تقول لنا كدور الأكاديمية إزاي قدرتوا تخرجوا جيل واعد متفتح وحافظ للقرآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، أي جهة خاصة في حفظ القرآن الكريم لابد أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة حتى تسير على هذا النهج وتوصل إلى هذه النابغة اللي احنا شايفينها أمامنا حاليا دلوقتي. تمام. زائد ان هو أنا هستأذن حضرتك، معلش احنا حابين ان احنا نسلط الضوء على الجيل المثمر اللي انت قدرت ان انت تخرجه وحافظ للقرآن، فممكن استأذنك علشان الوقت نتكلم معهم. معانا معاذ، ممكن تعرف نفسك للجمهور؟ ممكن يا معاذ تقول لنا ازاي قدرت تجتاز انك تحفظ القرآن وتسمع الجمهور جزء من صغير من صوتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا هو ممكن بس المايك لمعاذ، ممكن المايك، ممكن بس المايك بعد إذنك معاذ، بعد إذنك بس المايك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله يا معاذ، غفور الرحيم. ما شاء الله. ممكن أسماء تعرف لنا نفسك؟ خذي المايك بعد إذنك. أنا اسمي مريم إبراهيم محروس النجار، طالبة بالصف الثاني الثانوي من الأزهر الشريف. عاملة قصيدة ملخصة فيها إزاي أنا قدرت أوصل اللي أنا وصلته ده. طيب أستأذنك تدي المايك لكل واحد يعرف نفسه وبعدين هنرجع لك تاني. أنا اسمي وروان، عندي 8 سنين. تمام، ادي المايك بعد اذنك بسرعه. اسمي اسماء رمضان السيد، عندي 10 سنين. تمام. بنوته؟ اسمي نورين وعندي 9 سنين. ما شاء الله. وحضرتك؟ انا اسمي رنا احمد هلال وعندي 15 سنه. تمام. استاذنك يا مريم، انت على ما اظن بتلقي شعر، تمام، ممكن تقولي لنا جزء صغير؟ ممكن غير المايك؟ تمام، اتفضلي. ماشي، مسكي المايك معاكي بعد اذنك. في الثامن من ابريل عام 2005 جات للحياه طفله لسه الحاجه فيها مش عارفه. اهلها كانوا فرحانين بيها عشان اول طفله تيجي في العيله، اهتموا بيها وعملوها معامله الملوك، لو جيت تقرب منها في يوم مش هيسيبوك، وتربت زي اي طفل عادي بس كانت متدلعه ولا كانها عايشه في المعادي. وكبرت الطفله وراحت الكتاب واخدت معاها كراسه وكتاب وبدأت في حفظ القرآن، وظهر عليها علامات تفتح الأذهان، ودخلت أولى ابتدائي وهي في سورة القصص، وكانت دايما متمسكة بكل الفرص، وراحت مسابقة فالشيخ بيسألها فغلط في السؤال، راحت رداه وعرفته إيه الصح اللي المفروض يتقال، مع العلم إنها كان عندها يدوبك 5 سنوات، واستمرت في طلوع المسابقات لحد ما بقى بيتقال فيها حكايات. ولما دخلت تانية ابتدائي بدأت تسمع للناس اللي أكبر منها، يعني هي في ابتدائي وبتسمع للي في ثانوية. وجه الحدث الأكبر اللي يعتبر أهم حدث في حياتها، ختمت القرآن وهي عندها 9 سنين
واستنبهار كل الاهل وكل المحافظين، وما كانتش تعرف ان ده الحدث اللي هيغير حياتها وهيسعدها لسنين. وطلعت المسابقة الرمضانية اللي كانت سبب من اسباب نشأتها العالية، وطلعت الاولى رغم انها كانت اصغر واحدة في اللي طالعين، واسمها بدأ يسمع اكتر وبقت معروفة اكتر واكتر، لدرجة انهم قبل ما يدخلوا مسابقة يسألوا هي داخلة ولا لا، عشان لو كانت داخلة مش طالعين، احنا مش ناقصين. وبعدين حصلت على اجازة وهي عندها 11 سنة. استأذنك يا مريم، ما شاء الله انت بنوتة متألقة، واكيد الاكاديمية ساعدتك في ان انتوا تبرزوا مواهبكم وان انتوا تكونوا جيل جميل جدا وتكونوا نموذج للشباب وللاطفال اللي زيكم. في نهاية حلقتنا حضرة الشيخ محمد أحمد، إيه الكلمة اللي تحب توجهها للأطفال وللشباب علشان يكونوا نموذج زي النماذج المشرفة دي؟ والله الكلمة اللي دايما بقولها لأي جيل وأي شاب، عليك بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه خير بداية وخير نهاية، هو الأول الذي لا يكون فيه فصل إلا بهذا الكتاب القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. باعتبار أن أي تنمية لازم نركز فيها على القيم، إرساء القيم والمبادئ، وأن احنا نخلق جيل زي ده متفتح متألق، نموذج للشباب ونموذج للأطفال. بشكر حضرتك جدا على أنك قدرت تخرج لنا جيل مثمر ونموذج مثالي للي زيهم. وفي نهاية حلقتنا بشكركم جميعا، وبتمنى ان حلقتنا تكون نالت اعجابكم، وبشكر كل القائمين على الاكاديميه الاوروبيه للخدمات التعليميه والاستشارات في كافه المجالات، سواء مجالات تعليميه او تنمويه او بشريه، وبيقدموا خدمات لاسراء الحياه الثقافيه في كافه المجالات الهندسيه والطبيه. شكرا لكم، وسعدت بلقائكم، وانتظرونا في مزيد من اللقاءات المثمره من برنامج قضايا واسرار.